السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، يا حيابكم ويا سهلة وشهر بروك. وشوفوا يا عويلة التلفزيون ده قفل، ويا مرحبا الفين، واسفين على هذا التأخير. والله قالوا كل شوية البث بنطلع مندري هو الوز ولا يعني بيعطونه دواء، لكن الحمد لله على العافية. وكيف أموركم؟ والله ولنا سنتين ما شفناكم، يا الأخبار يا الأحوال يا باي، والله فرجل يعني رمضان كيل ملقي معكم، والعربسات أخبارها معكم، والضيف الضيف استقل شوية بس الضيف والله من قبيل عند الباب، تعالوا غيرنا المكان خلاص، صرنا نطلع من البيت أحسن من استديوهات، والله الظهر أوفر يعني. بس سلام عليكم. معلي أنا آسف بس شفت لك الطريق يا أخي، أنت مالك يا أتصل بيك ما بدي شنو. سلام عليكم، ناقي صامت برنامج. أهلا وسهلا، شهر مبروك علينا. الله يبارك أحمد عبد الله يا أخي، يا حي وسهلا، يا مرحبا الفين، تفضل يا مرحبا، يا حي وسهلا بالضيف، يا مرحبا الفين. بغيت شاهي ولا قهوة؟ الدائر أي حاجة. والله قهوة أنا أشوفها أحسن مع التمر، يوم جابوا تمر. وأخبارك؟ والله يسلمك. وكيف رمضان؟ تخضوا ليشنو؟ ها؟ تخضوا ليشنو؟ والله مندري أشوف أمي تلقيه وكذا تخضه. ما بينقض يعني، تشرب طوالي بس. آي تفضل. شكرا لك. يا حي وسهلا بالضيف، ويا مرحبا الفين، ونورت نحن. شكرا لك. خليت الباب مفتوح. يلا قفلوا. حسبي الله ونعم الوكيل فيك. وعد نحن نمدحك. حلو. استقل شوية في ضفة هنا. شليناها. يا حي وسهلا بالضيف احمد. الله. يا مرحبا. تفضل عندك كلمة للجمهور قلها. والله اقول لهم كل عام وانتم بخير، رمضانكم سمح، ربنا يتقبل مننا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال. الله يحفظك، الله يخليك. طبعا بهذه المناسبة أول شيء أعزائنا المشاهدين، طبعا برنامج الدكة عاد في موسمه الثاني إن شاء الله. نحن هو كده سنة نلقي برنامج وسنة ناخذ إجازة نريح شوية، وسنة برنامج وسنة إجازة. المهم هذه أرقام شوفوها اللي طلعت في الشاشة الحين قدامكم، هذه أرقام اتصلوا عليها عشان تشاركون معنا في المسابقة، أسئلة خفيفة لطيفة إن شاء الله وكلكم بتفوزون. وآخر الحلقة لا ما آخر حلقة، غدوة إن شاء الله، اليوم بنجمع أسماءكم كلها، وغدوة بنلاقيه سحب على الفائزين لحلقة اليوم، والجائزة هي 500 ريال سعودي لكل فائز. بانتظار اتصالاتكم، وعبال تتصلون والرجال يخلص القهوة حقه وما بنعطيه فنجان ثاني، بغيناك يعني كذا حاجة ترطب أسماءنا بحاجة لرمضان. لرمضان بسم الله نقول كل ما ذكرتك إلهي، حاجة كده دينية ابتهالية. أيوة حلوة حلوة هذا. أنا أبغى كل ما ذكرتك إلهي إن نفسي تلقى ملام، سهران صاحي لحالي والدمع شمع الظلام. كل ما ذكرتك إلهي إن نفسي تلقى ملام، سهران صاحي لحالي والدمع شمع الظلام. يا ربي أرجو ثوابك، أخاف واخشى عذابك. يا ربي أرجو ثوابك، أخاف واخشى عذابك. يا ربي أنت الكريم، أنت الغفور الرحيم، تايه أنا ودربي وين، يا ربي أنت المعين، تائه أنا ودربي وين، يا ربي أنت المعين. الله 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 أبو حميد، يا جميل يا الصوت الجميل والأدب يعني والفن كله. شكرا لك أبو حميد. عرفنا عن نفسك كذا نبذة يعني عن نفسك، قول لنا تلقي في حياتك هين تروح هين تلقي لا. كم مصاريفك الشهرية؟ أحمد عبد الله ممثل وموظف في إذاعة، ما شاء الله. اي والله اشتغل في اذاعه مذيع وكاتب في الاذاعه برضو، الحمد لله لي اعمال صوتيه كثير. ممثل. واعمالك الكتابيه بروي كان يعني. لا كتابتي اللي في فعلا والله في الاذاعه مسلسلات اذاعيه ما شاء الله. اي لي مسلسل الان اسمه صياح وحصيص على ميكس اف ام. انت كتبته؟ انا كتبته والله. ما عندنا خبر والله عنا. كتبته لي ثلاث مواسم والله. وش فكرته؟ صياح وحصيص كل يوم يتخاصموا على دولة معينة، رجال وحرمة. أي رجال وحرمة. صياح شخصية بدوية وحصيص شخصية أنثى برضو من نجد.
ويتخاصموا علشان يبوا يروحوا المدينة معينة وعلى المستمع يتعرف على هذه المدينة. الله وبس عليك الله. دي أمور. طب وأعمالك الثانية كشغل يعني؟ كأعمال والله عليك الله دي قروشة. أنا شغال التاج في قروشة. وأنت يعني حاجة سمحة يعني كبيرة في قروشة. الله يخليك الله يسلمك. أي والله بس ما فيش حاجة ثانية يعني هسه. وحالتك الاجتماعية؟ متزوج ولله الحمد. أي والله متزوج. والزواج حاجة سمحة، أي زول ما تزوج مش تزوج. طيب إيش رأيك في الزواج؟ أنت كم لك متزوج ما شاء الله؟ الحمد لله 5 سنوات. ما شاء الله تبارك الله. ومتى بغيت الثانية؟ والله كنت ما داير من السنة الأولى، لكن برضو ما داير الحرمة. أفرض المرض يجافت. تعمل لنا مشاكل ما داير. طب قل لي برزبي. والله الزواج حاجة سمحة. تعرف يعني برزبك؟ لا والله ما أعرف. يعني رز ناكل رز لكن لا 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 برزبك يعني اللي هو بقول لك سر في في مسمعك تو. اي والله انصح يزوج الزوج الثانيه والثالثه ما في مشكله يا اخي. اي والله لكن انا ما قدها. انا مربط الفرس. انا ما قدها يعني قبلته يا اخي. عندك اطفال؟ اي الحمد لله عندي عبد الله ولانا. ما شاء الله الله يحفظهم. هي لانا الكبيره وعبد الله الصغير. الله يحفظهم الله يحفظهم ان شاء الله. طبعا انت ما عارف اتزوجت ولا ما اتزوجت. ما لان نفضحك نفضحك حبيبي. هي بس استنى خلاص اتصالات جات. قفلت على الموضوع. ايوه قفل موضوع الزواج ونقول اول متصل ببرنامج الدكه والعوده للدكه. السلام عليكم. الو السلام عليكم بدر. وعليكم السلام. حي وسهلا الشيخ بدر والصوت الزين. وكل عام انت بخير. والله اذا انت بخير نحن بخير يا اخي والله. كيف صحتك الله يعافيك ومبارك يعني عليكم الشهر ان شاء الله. وعلينا وعليك يعني اتصالك جاء في وقت شوق الصراحه يعني. اي والله انك انقذته والله. لا عادي بس دار تتكلم انت ولا ها؟ لا تفضل قول. ومنور منور معك الاخ عرفنا باسمه والله نسيت اسمه. ايوه احمد. اوكي منور. احمد. هاي. انت اسمك منور؟ شايفينه قدامك في الشاشه. والله انت زول سمح. تشوف بس ما بتسمع. الله يسلمك. الله يحييك. حبيبي بدر كيف حالك؟ منورين مبارك عليكم الشهر ان شاء الله. الله علينا وعليك الله يحفظك بدر الكثير. من هنا بدر؟ من خميس مشيط. حاليا من خميس مشيط طبعا من حضرموت. ومن حضرموت من فين؟ من وادي عمد. وادي عمد ونعم ونعم فيك ونعم في اهل وادي عمد كلهم اكيد ان شاء الله دحين يتفرجون يقولوا ابننا اظهر في المهم جاهز؟ اكيد ما يحتاج. الله يخليك الله يحفظك. جاهز للسؤال؟ فرصة سعيدة والله. حبيبي أنا ما في مشكلة تواصلنا معكم الله يعافيك. الله يخليك والله نتشرف وسعدنا بسماع صوتك والله. الله يعافيك. كيف حالك يا بدر؟ والله بنعمة طيبين. الله يخليك. معليش سمعت حاجة في مسمعي كدرت نفسي والله العظيم بس إن شاء الله يعني إن شاء الله تزبط الأمور. أقول لك بغينا نسألك سؤال. هت طيب طب دقيقه خلينا نسالك سؤال. ابى ادور لك سؤال. ايوه سؤال زين ولطيف. اتمنى شيء سهل بس. لا لا شيء سهل وان شاء الله هذا ناخذه في ماده التاريخ من احنا صغيرين. اسمع يقول السؤال يقول انني فضلت. لا امزح معك. يقول طب شرع شهر رمضان في السنه او في الاسلام. أيوة. يعني شرع شهر رمضان. اسف أنا غلطان. تعرف عاد أول سنة واللي السنة اللي فاتت ما جيت وشيبت مرت سنتين وعيوني معاد حزر سواء. شرع شهر رمضان في السنة الأولى للهجرة. قلت في السنة أنا. أي والله. الثانية للهجرة أم الثالثة للهجرة؟ السنة الثانية أكيد. الله عليك يا بدر. والله انشي دمك يا أولاد حطوها والماشي. الله الله يعافيك. الله يعطيك العافية بدر أول فائز معانا وشكرا لك. الله يمسلم. فرصة سعيدة توصلنا عليك. تحياتي لك أحمد. أحمد أي أحمد حبيبي. الله يسعدك. الله يسعدك والله. وبقول لكم الشيدي يكدر. عارف إيش اللي يكدر سمعته؟ إيش فيه؟ الظاهر أنهم يعني اللي يقول دنبق يا ليت كان عاد ولا طالع في الأسانسير موصل. هسه دنبقليه وخلاص. لا دنبقليه وخلاص. تعنقل دوبه. ما سمعته؟ ما سمعت صوت الإزعاج؟ حبيبي أبو أحمد. الله يحييك. طبعا احمد يا جماعه الخير من الاصوات الجميله. كم سنه لك مهندس صوت؟ الحمد لله والله 12 سنه تقريبا واكثر والله أكثر. ما شاء الله تبارك الله 12 سنه احمد مهندس صوت. اي والله اول مره شفته قعدت معه هو اسمه احمد عبد الله بادوري. بادوري. اي
مشكله. اي فانا اول ما جلست معه ما شاء الله بادوري حضاري ما شاء الله كل يوم نسمع لقب جديد من هيان بادوري. والله انت ايش اسم ايش اسم لغه تقري؟ تقدر تفضح فضيحه. لا 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 خلاص ما فضيحه بس تقري تقري. ايوه قال لي انا تقري. ها قال لي انا تقري. قلت له والله ما بغيت جري دحين يعني والله ماشي لياقه. المهم والشيخ احمد صديق جميل يعني الان من 8 سنوات. الله يحييك يا الله يحفظك اعتز بصداقتك. في اتصال؟ ايوه في اتصال. ما عاد احنا بغينا بنهرف شويه الا انت تروح بنفسك. كويس هوي والله. انا مهابه هوي والله. السلام عليكم. الو. السلام. الشيخ احمد العبثاني مزبوط؟ اي والله. اسمك سنك وعنوانك؟ احمد عبد الله العبثاني. الله يحييك. اسمك احمد عبد الله؟ العبثاني. والله يحييك احمد عبد الله. ايوه اسمك وسنك وين؟ قال 26. عنوانك وين؟ ايوه الرياض. ما شاء الله. حيا وسهلا باهل الرياض. زول محترم. الله يحييك. اقول لك يأذن الفجر عندكم الساعة كم؟ يأذن الفجر الساعة 53 دقيقة. 4 إلى 10. 54 دقيقة. وين؟ لا 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 وين؟ انتوا قبلنا، نحن في جدة 4:30، انتوا في الرياض المفروض 53 دقيقة مضبوط؟ صح 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 صح. ايش سحوركم اليوم؟ الله خم. لخم؟ والله الظاهر لخم شوفوا يعطش ما يصلح سحور شوفوا. طيب جاهز للسؤال أحمد؟ ان شاء الله. طيب يا طيب بسالك لا سؤال سهل هذا الظاهر. اسالك اسئله لها علاقه بمنطقه حضرموت يعني عشانك انت من الرياض قلت خافك يمكن شويه المناطق عندك هناك صعبه والمعلومات اللي هناك ولا تبى سؤال عام؟ يا عمي اسال سؤال حضرموت. اسمع اسمع. طيب سؤال عام. لا لا سؤال عام خلوه. امرؤ القيس سمعت به؟ شو؟ امرؤ القيس ده عصير. هذا صانة صانة صانة. امرؤ القيس ما سمعت بامرؤ القيس؟ لا يا عليه الله. امرؤ القيس كيف ما عرفته؟ انت زول حضرمي. امرؤ القيس يا عيب عليك انت در سمع. الو. ايوه معك. طب بديك سؤال حضرمي خلاص اسمع. يقول لك مناسبة سنوية تشهدها مدينة الشحر إحياء لذكرى شهداء تصدوا للغزو البرتغالي على المدينة على هي مدينة الشحر عام 1523 ميلادي وتعرف بزيارة الشهداء 9 أم الشهداء 8 أم الشهداء 7؟ هيقول لك 10. أنت أكيد عرفت الإجابة. قل له الإجابة. 7. السبعة رايك شنو؟ سبعة. ايش من سبعة ايه؟ سبعة شنو؟ الشهداء. اي زول يقول لك اي حاجة تصدق؟ سبعة شهداء. الشهداء السبعة. قل الشهداء السبعة. حجي. الشهداء السبعة. سبعة ولا ثمانية؟ لا السبعة. السبعة دمك يا ليت. دمك ولا تعنقل مرة. مبروك. احنا اسفين الضيف خلص في جانك ولا نكتنا لك واحد خري. الله ما انت اسمع واسكت بس. الله ما في اي حاجه. الله يحييك نورتنا. شكرا لك والله. شرفتنا احنا. الله يشرفك. تعرف عاد احنا اللي نقلنا البيت هذا قريب فعاد احنا ما جبنا الطاولات الصغيره دي. لا ما في مشكله نطرحها هنا. الله يخليك ويا حي وسهلا. طب بغينا نسمع حاجه ثانيه. ورطتك. طب تسمعون مني؟ انا صوتي عيف. غني انا اغني في العزاء عشان لايق جدا من كثر ما هو صوتي عيف الناس يبكون يتاثرون يتذكرون ميتهم فيكون يعني الوضع حزين فانا ما قدرت تسمع شنو. والله انا بغيت رمضان قانا. لا اقول ماني ما حافظها لكن اقول والله ما انت حافظها ما يعني ولا بغيت التوكل عادك. طيب يلا تفضل. رمضان جانا وفرحنا بو بعد غيابه وبقاله زمان غنوا معانا شهر بطوله غنوا قولوا أهلا رمضان رمضان جانا أهلا رمضان جانا
الله والله والله, والله انا الله. والله اظن فنان والله والله انه انك من اللي جبتك انا اكيد انا فنان بجيبك بجيبك تضرب بويه الدار خلاص دمك دمك هسه في سؤال مانع سلام عليكم سلام ورحمه الله يا حي وسهلا مانع من مانع بالكميس ونعم والله من هي انا مانع من دعلال من فين دعلال والله ما اعرف من زعلان يمكن والله ما سمعت المنطقه زين الصراحه لكن هذه فين دي حضرموت ولا السعوديه ولا فين حضرموت 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 بشقه جمسيون بعد سيون ايه يا حياك الله طب اسمع بتجاوب هذا من الكنترول جايك الخطاب يقولوا لك بتجاوب ولا بنجيب لك المقدم ابو رمش أو اللي سمعنا من التلفون لا انا بجاوب بجاوب ايوه انتبه والله شوف ابو رمش طب جاهز تعرف امرؤ القيس مانع سمعنا من التلفون من التلفون سمعت لانه التلفزيون يوصلك الصوت متاخر وبنقعد ربع ساعه وبنصلي التهجد اهنا عارف انا استو تعرف امرؤ القيس وين ما تمشي وين انت ما تجاوب ايوه تعرف ابو رمش طيب طب اسمع ابو رمش ايوه والسؤال اللي عندك تعرفه حبيبي والله مانع هيا اسمع السؤال وان شاء الله بفوزك ركز معي امرؤ القيس اشعر شعراء العرب اشعر يقول شعر ما هو يعني شعر جسمه جم وهو امرؤ القيس ابن حجر الكندي فما معنى امرؤ القيس او امرؤ القيس رجل الشدة أم رجل الحكمة أم رجل الكرم ها ما لك النقطة رجل الشدة رجل شنو رجل اسم الله واحد رجل الشدة أم الله. رجل الحكمة أم رجل الكرم الشدة رجل الشدة 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 حاجة سمحة الشدة شنو ابو رمش طوين يا حاج نجاوب عنك وخلاص يعني ولا قل قل رجل الشده قل رجل الشده والله ده ظلم على التلفزيون والله ظلم ده مع التلفزيون التلفزيون انا يا اخي امشي اسمع من التليفون يعني رقم واحد يا هسه وصلت تبطي دمبك يا ليت دمبك يا ليت دمبك يا ليت عدنا والله يا اخي والله انت رقوص الدنبق ده والله حاجه سمحه والله حاجه سمحه تجيبين واحد هناك جوه بالطبله ولا شنو اسمع تعرف عسل دوع عن ياقوت العاشقين والله عارفها لكن برضو ما حافظين لكن اقول المقطع يلا جرب جرب اطلع لك الكلمات اطلعها شفنا ادخل بجوالي اهلا منك يا عسل دوع عن منك يا عسل دوع عن قوت العاشقين الله يا سلام. دلوني على صبري الله دلوني على جوري دلوني صح الكلمات على صبري دلوني على جمري معك صابر سنين منك يا عسل دوع الطبلة وين منك يا عسل دوع عن قوت العاشقين الله دلوني على صبري دلوني على جبري دلوني على صبري طلع كلمات والله دقيقة جبري معك صابر سنين لك يا عسل دوعان الله عك يا عسل دوعان قوت العاشقين خلاص سلام عليكم انت معك دمبك خلاص تسحب علينا بس ملا المتصلين نحن البرنامج لقينه عشان تفضل الجمهور تفضل انت لا ابغى نابك خلاص طبال. في وجهي قدك سلام عليكم سلام عليكم سلام كيف الحال سلام عليكم يا صلاح اهلا اسمع نحن من التلفون يا صلاح ايوه اهلا ولا متصل بالايمو ان شاء الله ولا لا تقفله وطي الصوت بس واسمع نحن انت من التلفون ولا قم غرفه ثانيه قم لا فاضله ثانيه
وهم يسجلون لك سناب شات صوتك. ها؟ اسمعك من الجوال. الله عليك يا صلاح، صلاح الجعيدي مزبوط؟ اي صلاح الجعيدي. من هين يا صلاح؟ من وادي عمد المقيم في الرياض. ما شاء الله، والله وادي عمد اليوم شغالين، وين الخط ذا الواسطه ذا وادي عمد كلهم يا جماعه. يا حي وسهلا والله. جاهز يا صلاح للسؤال؟ جاهز ان شاء الله. طيب، اجود واغلى انواع العسل، بمناسبه عسل دوعن دي غناها قبل شويه، اجود واغلى انواع العسل الحضرمي تصنعه النحل من رحيق شجره السدر او العلب، ما هو اسم هذا النوع من انواع العسل؟ الباغ ام الباغيه ام البغيه؟ البغيه. الله عليك، دنبق عليك دنبق، والله دنبق ليه والله. ارجع اسمع نحن من التلفزيون يا صلاح والله. جانك عادك وقت قهوة؟ لا لا خلاص. شاهي؟ شاهي عادك بغيت؟ اي والله شكرا لك. لا لا كنت دار بيت بيتي دار، انا امشي اطير ليك هنا. وان ما شربت شيء وفرت احسن. والله انا عارف. لا قدنا عن حد قد سريت قدنا. طب انا بغيت بسالك سؤال، ايه دي دخلك مجال الفن وال يعني والتمثيل وكيف عرفت انه صوتك حلو؟ في الحمام وانت يعني كم الناس؟ لا في زمان ماشي جوال. لا والله كنت في المدرسه زول مشارك مشارك. ما شاء الله. اي والله يعني اذيه من صغرك؟ لا مشارك في الاذاعه. ما هو اذيه؟ اذيه شنو يا عمك؟ لا والله شاركت قال لي انت صوتك حلو، دخلت مسابقه الانشاد اخذت الاول على الثانويه دي. ما شاء الله في الثانويه. اي والله على جد عرفت انه صوتك حلو في الثانويه؟ لا ما انا بديت من الابتدائي والمتوسط. ما شاء الله. اي والله الحمد لله يعني كنت زول شغال. طب وانت درست في جده ولا في الخرطوم؟ لا درست في جدة، ما درست الخرطوم. ما شاء الله. دراسة الخرطوم دي صعبة جدا ترى. لا اي والله صعبة جدا والله. انت ما بتمشي. انا؟ انت ما بتكمل المتوسطة دي ما بتنتهي. والله ما انت عارف هذا تخصصي يعني. والله عارف. والله بس بقول لك عليه بعد ما نخلص الرجال بس عشان الناس بغت بتسحر. سلام عليكم. سلام عليكم. عليكم السلام. احمد. حياك الله. كيف حال؟ محمد ولا احمد؟ نعم محمد. محمد بايع شوت. نعم. من نعم من هين؟ خير الحال. الله يخليك والله بخير. انت اخبارك؟ ولا قين انتوا صغيرين، ورمضان شهر بروك علينا وعليك ان شاء الله محمد. كل عام وانتم طيبين. طيب صحة وسلامة. وصلته مشغل التلفزيون. محمد قول له انا تعبت. انت قاعد تسمعنا من التلفزيون؟ اسمعك من الجوال. اي اقفل التلفزيون. اسمعك من الجوال. اقفل التلفزيون. بس يبي يسمع صوته في التلفزيون. وعلى الجوال كلمني وعندك راقم جوالي ولا كاشف راقبنا ولا عمي ولا خالي. دنبق دنبق والله 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 صوتك شين شيان. والله صوتك شين شيان. شوف لو ايام الثانويه شاركت معاكم مسابقات انا بفوز. والله صوتك ما شاء الله كبير يا عشوت. نعم. حي وسهلا. طيب الله يحييك. طيب بسالك، بغيت بسالك سؤال سهل. تفضل. لانه الظاهر انت بكنوم. لا لسه بدري حبيبي. طيب يقول لك المتردية اسم يطلق على الميتة التي أصيبت بمرض الجرب كما ذا. لا لا دي قوية والله، هدي قوية والله. التي التي تقع من مكان مرتفع، تقع أم تقع فريسة الضباع. ثلاثة خيارات لمصطلح المتردية: أصيبت بمرض الجرب أم ولا وقعت من مكان مرتفع ولا وقعت فريسة للضباع. لا هي اللي تقع من مكان مرتفع طبعا. الله عليك يا بايع شوت والله مصحصح ما بكنوم. عطوه اثنين دنبق يا ليت دنبق يا ليت. الله أكبر. وواحدة تانية عشان الضيف دنبق يا ليت. الله اكبر. السؤال الجاي انت بتساله. طيب تعرف تقرا؟ لا والله شغالين بال شوف هذا السؤال يقول لك وهاني في اصلا زول ولا ما في زول؟ اوكي لا عاد ما عاد الناس عاد تنقل اي زول يتصل انا اجاوب بداله. والله اي والله اجاوب بداله. ايوه هات الورقه. والله اجاوب بداله. والله اجاوب. هيا هاتوا متصل يعني. والله اجاوب. والله اجاوب. السلام عليكم. الو الو اجاوب بدالك. قالوا لحظه
لحظة أسمع من التلفون. السلام عليكم. ألو. خذ لك غفوة. عبالي جدا. والله ما. ألو السلام عليكم. تم عليك يا ألو. مرحبا. ألو أيوة السلام عليكم. هذا اسم ولد بندر في قروشة من عوض. يا أخي أنت وين يا عوض؟ والله لك وحشة. يا أخي أنت وين يا أخي غايب يا أخي؟ يا أخي والله وحشنا يا عوض. أنت والله أكثر لك وحشة. يا أخي ما تكذب ما بعرفك. والله أنت اللي أكثر وحشة. حبيبي والله يسعدك. من وين؟ والله يسعدك أنت من وين يا عوض؟ من جدة. عوض إيش؟ عوض إيش؟ ما أعرفه. الله يحييك. عوض إيه؟ بمعرفة. بمعرفة؟ أيوه. الله يحييك. من فين في البلاد؟ من الشحر. ونعم. الشحر. دوبه راح سؤال الشحر. خلاص. نسأله سؤال مرة ثانية. لا لا. والله. شوف والله. شوف تحدي إنه ما بيعرف الجواب. لا لا بيعرف بيعرف. لا لا بيعرف كيف؟ ما حيعرف الجواب. أنت. ما أنت متابع الحلقة من أولها يا. بالله شوف. عوض. أقرأ له السؤال هذا. نعم. أنت متابع الحلقة من أول يا عوض. سؤال على الشحر. والله يعني طيب عندنا سؤال عن الشحر منطقتك. طيب مناسبة سنوية تشهد مدينة الشحر إحياء لذكرى شهداء تصدوا للغزو البرتغالي على المدينة. أوكي على المدينة عام 1523 ميلادي. هل الإجابة هي شهداء التسعة، شهداء الثمانية، شهداء السبعة؟ الإجابة شنو؟ شهداء السبعة يا حبيبي أنا من الشعر. يا لعيب الله دمك يا ليل. دمك يا ليل. الله والله الدمبقة دي أنا داير الدمبقة دي في كاسيت. خذ دمك أنت جرب تلقى كمان. لا والله ما مفقوع ده. جبير لي ده مفقوع. لا والله ما شغل. اي والله ما شغل ما يصلح. طيب وبعدين بعد ما عرفت انه صوتك جميل يعني انا يعني جتني فرقه وقالت لي تشارك معنا في الثانويه يعني ودخلت فرقه اسمها روائع. ما شاء الله. اذكر يعني عملنا البومين جميلين وكان لهم صدى حلو في هذا اللي كان معاكم بمشموس؟ لا بمشموس كان معنا في الاهلي الله يحفظه استاذ يعني اكبر مننا عجوز. عجوز؟ لا لا شباب شباب. اوه عجوز اقول له بركبه تهدي العادي والله مسكين يمشي بكيس ادويه معاه واحد ماشي بكيس ادويه. اوه الله يشفيه ان شاء الله. المهم انه يعني المهم الفرقه هذه والله انا طورت نفسي كثير في الفرقه هذه. اي والله يعني الله ساعدتني في تطوير الشيء ده. والله شوف نحن معانا متصلين من اول صراحه بس انا مبسوط بالحديث معك حبيبي حقيقه يعني حبيبي. والله قالوا والله نسيت اسمه. السلام عليكم. عليكم السلام. من معي؟ معك سعيد الديني. ونعم يا سعيد. من هنا سعيد؟ من وادي عمد. ودحين نتكلم نحن من وادي عمد؟ لا لا من جدة. من جدة والله يعني له من وادي عمد والله واسطة يا جماعة ما يعني والأودية الباقية ما يقع. جاهز يا لا سعيد؟ لا شوف شوف شو اسمه قال؟ سعيد سعيد صح؟ جاهز السؤال؟ اخوالي من الدين. من؟ اخوالي من اخوالي من وادي عمد. اخوالي ونعم والله. وانت من هين؟ ريت الدين. المهم نرجع للسؤال. جاهز للسؤال؟ جاهز. كم عمرك؟ 23. طيب تدرس جامعة ولا دوك تخلص ثانوية ولا؟ جامعة. ايوه جامعة. ايش تخصصك؟ برمجة في حضرموت. برمجة في حضرموت؟ يدرس في حضرموت. أيوه. في جامعة حضرموت. جامعة حضرموت. ما شاء الله ما شاء الله. ما شاء الله الله يوفقك. طيب والله يا اخي قاعد ادور سؤال على البرمجة ماشي. طيب شوف بسألك سؤال. هاتي سؤال. طيب يلا يا شديد والله خطير. يقول لك إعصار استوائي بارويك الحين هات أي شيء في المحيط. لا لا ساعتنا لا لا كمل إعصار استوائي في المحيط الهندي وأقوى إعصار في بحر العرب. يعني أقوى إعصار في بحر ضرب بحر العرب وخلف أضرارا هائلة في منازل وممتلكات مناطق ساحل حضرموت. هذا الكلام قبل 3 سنوات تقريبا عام 2015. ايوه يعني وتضرر كثير من المواطنين والمنشآت المنشآت يعني العامة في البلد او في المنطقة. ما أيوة. اسم هذا الإعصار اللي سبب الضرر؟ والله انت تمشي تنسحب احسن لك. كان قبل 3 سنوات. والله انسحب. 3 سنوات يمكن عادك تختبر في 3 ثانوي. انسحب بشرف. هل اسم اسم الإعصار ايوه باليون ولا بالي ولا تشابالا؟
شيكابالا دي سمحة شيكابالا شبالة ها الثالث ما في حاجة اسمها شبالة في حاجة اسمها اتشبالة شبالة هو ذا من هو صاحبك هو ذا ايش هو ذا ايش هو تشبالة اعصار يا عمك اعصار اعصار شبالة الله اكبر دمك يا ليد دمك يا ليد والله ما شاء الله عليك ما في زول يخسر ها شوف احلى حاجه ما في زول يخسر اي ما في عندنا غشاش غشاش عجيب الله يخليك لا لا يعني الثقافه تغشش وبعدين يا جماعه والله انا اغبط الناس اللي في هذه الحلقه باقي 10 دقائق على الحلقه وتقريبا مشاركين العدد بسيط كاول حلقه والناس ما هي عارفه الارقام ومن ذا الكلام فبكره في السحب نسبه انك تفوز كبيره أيوة. يعني لو شاركوا 4-5 لما دحين متصلين طيب هات والله هزقوني قالوا ترى الناس كثير واحنا سايبينكم تهرجوا انا اسف والله الضيف يا اخي يشرب قهوه جنب الحين بنلاقي قهوه ثانيه لا حول ولا قوه الا بالله خساره هذه السحور عليك اليوم انا بشرب شاي حبيبي قم قم صب لك والله اشرب انت غريب لا ما غريب ما انت غريب انت امشي امشي خذ متصلك هات حد متصل على الخط ولا نشرب شاي مع الضيف والله انا بشرب شاي منك شنو هاتوا والله الناس طلعوا جنب واحنا اللي اخذنا قليل السلام عليكم سلام ورحمه الله وبركاته من معي ايش حالك يا مراد والله بخير انت حالك الحمد لله عدنان بارهيان ونعم غير باوزير من غير باوزير نعم ونعم 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 والله تسلم والله ونعم والله وانت حاليا تكلمنا من فين من غير باوزير لا اكلمك من خميس مشيط السعوديه ونعم حقوم محلي طيب اسمع يقول لك يقول لك طيب خلاص اسمع والله في جاء سؤال خصيصا لك يقولوا لك ايش احلى غيل باوزير ولا الشحر الغيل اوباي والله الغيل جاهز للسؤال يا عدنان عطني جاهز من هذا اللي قاعد هنا والله قم نظف البيت بدل ما انت قاعد هنا طيب خذ السؤال ما يخليك حذفنا ابو ها حذفنا ابو حذفك بالسؤال ايوه وصل الظاهر السؤال جاء في كور الولاد يا صيح يا اخي الله يسامحك شو الصغيرين خلنا احنا نحذف سؤال ما شاء الله ما شاء الله الله يحفظهم الله يحفظهم لك انت قول ما شاء الله الحذف حقي وصلت غير باوزير وشهرك مبارك يا اخي ما شهرنا ما شهرتوني الله يعطيك العافيه وشهر مبارك علينا وعليك وعشان الصغير ده يصيح انت فايز اعطوه دمبوق يا ليد دمبوق يا ليد والله انت زول غشاش ليه غشاش يا تسألوا الاطفال احباب الله الله الاطفال احباب الله يا اخي الوليد زقناه بالسؤال قاعد يفرح الصغير مسكين واستاذ الظاهر جات الرميه دمبوق يا ليد تعرف فيلم كرتون الرميه الملتهبه اي هذا ما شفته شفت يا اخي انت والله ما عندك لا ملتهبه ولا منتهيه هذا الاذيه انا برويك شغلك فاصل وراجعين لما اوريه شغله استنوا بس لا تهبون فاصل طلعوا عدنا إليكم محل لقانا في الميدان ما زلنا طبعا في ماليزيا وعاصمتها كوالالمبور نسأل هنا في أسواق الحالمة تعز كيف حالك؟ الحمد لله ركز معي يا عم راشد يبدو أنه مشغول أصحاب شبوة إيش تقولوا؟ أنا إن شاء الله فترين بيب رصون التان في الوصر وسموك الفقر لقدك ضاوي إيش هذا؟ توصل معنا إلى 50,000 احنا بالبقرة ونشرب وش الجائزة؟ 10,000 ريال من الشركة العربية لمن الإسمنت اسمع لهم تحية أقوى الشركة العربية اليمنية للإسمنت والله ما أجيب إنشو ده أطبخ بس ولا أمشي شيء والله يعين على الترجمة الماليزية ليس الإنجليزية ولا العربية نبدأ معكم هذا الترحال الجديد مع طاقم الميدان في الموسم الثالث طبعا رمضان كريم هابيل قتل قابيل احسب لك الثلاثة تنطلق I've never really spent any time there I've only flown through
كانتري هادرامون. هذا البرنامج برعاية الشركة العربية اليمنية للإسمنت المحدودة. ولا بكلمك يا اخي انت والله زول ولا بكلمك يعني والله عيب يا اخي تحت يا غريب قاعد عيب يا اخي انا ما غريب هذا بيتي في بيتي شو اي بيتي يعني انت شايفني غريب خلاص خلاص انا عندي المتسابقين انا هسه والله امشي لا خلاص قعد عشان انت بتسحرنا اليوم سلام عليكم الله يا سلام ورحمة الله من معي معك سالم جمعان حي وسهلا بالشيخ سالم جمعان من هنا سالم من خميس مشيط ما شاء الله خميس مشيط وادي عمد اليوم الا ما شاء الله الخط عندكم ماشي سيول ها أنا من خميس مشيط ساكن خميس مشيط أنا من حضرموت فين من حضرموت؟ منطقة خشامر خشامر فين هذا إيش بشقها كذا سوون قريب شبام قريب شبام. بين شبام والقطن معروفة 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 شبام ونعم والله ونعم بين شبام والقطن إيه نعم في واحد كان يبيع ليم وأنت نادر علي المهم جاهز السؤال كيف؟ لا لا خلاص قفل الرجال قفل المحل قفل ما كيف بتسحر دحين جاهز للسؤال واو واو جمعان يلا هسه معك معك اسمعك لا بيسمعك من التلفزيون يعد ايوه يعد واحدا من ابرز الجيوش في عام 1939 ميلادي جيش تأسس في حضرموت في هذه السنة يسمى جيش البادية الحضرمية ايوه ام جيش الاحقاف الحضرمي ام جيش الارياف الحضرمي بس جيش البادية الحضرمية الله اكبر والله دمبق يا ليل دمبق انت ممنوع من الرقص ممنوع. انت ممنوع من والله انا حر من الصفطه معنا انا والله حر نحن نحب الوله والسمر والكلام هذا انت ادخلك انت تنام بدري لا انا ما انام بدري مين قال لي الخرطوم فين الخرطوم في السودان وكسلة كسلة في السودان ام درمان ادخلها شنو دي معلومه غلط دي سبب ما عشان كسلة الناس بتنام بدري والله دول ناس مزارعين المزارعين دول اقوى ناس تقوم الفجر ما زيك انت قمت الليله متين ها انت قمت اليوم متى اليوم صحيت الظهر ها آه لكن في الخرطوم ناس يقوموا يزرعوا من الفجر لكن متين من مشكلتك دي مشكلتك في زول ينام بعد الفجر الراجل يقوم بعد الفجر يشتغل خلاص خلاص كلامك كثير نحن نبغى نتكلم مع الناس السلام عليكم الله انت زول ما محترم سلام ورحمة الله الله يحييك دقيقة اسمك منو؟ اسمي وليد اليهري والله والنعم ده محترم ده مراد محترمين ما ولا محترم انت ويا اثنينكم محترمين والله احرجتني والله دمبق يا ليل دمبق يا ليل والله دمبق والله دمبق يا ليل والله ده حرجني والله هذول متابعيني والله ناس راقيين والله راقيين اخلاقهم عاليه والله على راسنا وناس محترمه حضاري كلهم على راسنا والله واهل السودان كلهم على راسنا والله من فوق لي. ناس محترمين أيوه. ومؤدبين اي أيوه والله من انت طلعت لهم والله انت اللي ما عارف انت وضعك شنو الليله معايا والله يا اخي انا احب في زول يقول لي تعال معايا بعيني ما لك يا حاج متصل شفتك ولفت والله امشي 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 كلمه الزول حد متصل معنا ولا موجود ولا نطفي النور لأنه الظاهر قربنا نخلص ها وين الزول قالوا راح الله يكرمك الحمام وبرجع الحين المهم انا والله مجهز لك حاجه والله انت بالله اي والله والله مجهز اي والله تقولها متصلين صبروا شويه كنا بغلط والله الحب اسرار قال الصدق بو محضار وانت وين قاعد وين الحب يا مراد خلاص انت سر الهوى ولا فؤادك نوى فيك الامل خاب ما تعرف الحب لا تكذب على من حب يا كذاب الله خذ الدله
هذا الدله هديه مني لك اليوم. شلها شكرا لك. ايوه ان شاء الله الانتاج اليوم بقطع شعره اليوم الانتاج. لا والله امام تعبي في متصل. السلام عليكم. المتصل رجع من الحمام. مهتم بالمتصلين. ها انا مهتم بالمتصلين. ما انت كذا يا احمد؟ اي والله كذا يا احمد. لا انت زول محترم والله. الرجاله قال لك دي قبل شويه فوزنا. والله قال احنا اثنين محترمين والله. شكرا لك. عندك شيء ثاني؟ عندك شيء ثاني؟ اقول لك والله صوتك يعجبني والله. شكرا لك والله. الله يخليك والله. اقول لك شنو داير موال. رب رحيم مشفق متعطف لا ينتهي بالحصر ما أعطاه. الله. كم نعمة أولى وكم من كربة أجلى وكم من مبتلى عافاه. الله. ولحلمه سبحانه يعصى فلم يعجل على عبد عصى مولاه. الله الله. خذ 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 الدلة يا اخي. ما هدي. افتح لي اليوم انا بفقر القناة. افتح لي بسطة تحت ابيع شاي ولا المتصل غفرانك. السلام عليكم. عليكم السلام. حسن. طيب هلا والله. يا حي وسهلا والله. انت السمره معك بالطول والله. ها بقعة كيف حالك؟ والله بقعة زينه وريض الحمد لله. يعني شنو بقعة؟ ايه تقول كل شيء تمام. بقعة ريض الحمد لله. انتوا اخباركم وكيف رمضان معكم؟ شهر بروك الحمد لله كل شيء تمام بس الحمد لله. الحمد لله. من هين يا حسن؟ انا من سيئون ساكن بالدمام. ما شاء الله ما شاء. وليه قلت سيئون؟ يعني كنت ماشي في الخط للدمام. عيف عيف عيف. ما حلوه سامجة. حسن. واو حسن. واو ما تسمعون حسن. جاهز للسؤال يا حسن؟ الو. اوف. ايوه جيرانه. الو السلام عليكم. وعليكم السلام يا مرحبا وسهلا. من معي؟ حسن. معك مراد. ها؟ مراد؟ الو. الو والله قلنا الو. من معي؟ هلا حسن. حسن معك. انت حسن؟ لا الصوت تغير علينا والله. لا لا نفس الشيء. اقول استخدم نفس الحلقة. نفس الحلقة هي. نفس الحلقة. جاهز للسؤال؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. شاعر وأديب حضرمي نشرت بعض قصائده في مجلة أبولو التي كانت تصدر في مصر في أوائل ثلاثينيات القرن الماضي. توفي عام 1341 للهجرة. من هو؟ هل هو عبد الصمد باكثير أم أبو بكر بن شهاب أم صالح الحامد؟ والله أنا ما أعرف. شوف يا أنا يا أنت اليوم. اليوم ما حد بيتصل غيرك. وقفل صوت التلفزيون ده واسمع من التلفزيون. وقفل التلفزيون. ما لك يا حاج. شهاب. ها؟ شهاب ولا الحامد؟ أنت قاعد توصفنا شارع بيتكم؟ اصبر. الحامد. عبد الصمد باكثير. أيوه. أبو بكر بن شهاب. باكثير ولا صالح الحامد؟ ابو بكر بن شهاب. الله عليك دنبق يا ليد. والله انا والله دنبق يا ليد. والله المفروض تربحني انا. والله يا اخي والله. انت تبي تربح؟ لا ما داير اربح. طب والله بسالك سؤال من اللي سالته للناس في الحلقه. اتفضل. طيب. اعصار استوائي في المحيط الهندي وقوع اعصار على ضرب خلف اضرار كثيره وممتلكات ناسه. ما هو؟ هل هو باليون ام بالي ام تشاباله؟ تعليق الضيف والله. والله انت مستغبيني جدا والله. والله مستغبيني جدا. بفوزك والله. بغيت والله والله ما بقبل. والله بغيت بفوزك. انا غششت الزر قلت له تشبالة تقول لي مالك يا شاطر يا اخي. انت مالك يا زهايمر ولا جنو؟ طب والله كبرت. اجيب لك سؤال يا اخي. يا جماعه ده الزر خلاص خرف وكبر وعجز يسال السؤال قبل دقائق يجي رجع ثاني مالك يا حسبي الله ونعم الوكيل. السلام عليكم. وعليكم السلام. من معي؟ معك محمد الجعيدي. ونعم ونعم. قبل شويه دق واحد جعيدي. اي أيوة والله. ده اخوك؟ اخوك اتصل قبل شويه وما خلص أيوة. الرصيد وقلت بنخلص. والله طلع اخوك يقول لك ايوه. صلاح الجعيدي ذاك اخوك بالله صلاح؟ اي نعم. ما شاء الله ما شاء الله رصيد الشاحنين اليوم. ها
طيب اسمع جاهز للسؤال. من فين يا جعيدي؟ نسيت اضرب من النعيان واجي عمد. وانت الحين من خميس مشيط صح؟ لا من الرياض. واخوك في خميس مشيط؟ لا في الرياض برضه. في الرياض. طب هو في الغرفه اللي جنبك ولا معك في الغرفه؟ لا مو معي. ما هو معك. طيب يلا بسم الله. هو اداك الرقم صح؟ مع انه قلت له لا ينشرون الارقام. ايه. والله ما بغيتهم ينشرون الارقام صراحه. طيب سمع جاهز السؤال. تفضل. الصحابي الذي ارسله الرسول صلى الله عليه وسلم الى حضرموت ليكون عاملا فيها، هل هو معاذ بن جبل ام حذيفه بن اليمان ام زياد بن لبيد الانصاري؟ والله انت قلتها بالطريقه دي ليه غرب؟ ها يا جعيدي قول الاسم ثاني. ده هل هو بن جبل؟ بن جبل راح لليمن بس ما ادري اذا من حضرموت ولا لا. معاذ بن جبل ام حذيفه بن اليمان ام زياد بن لبيد الانصاري؟ والله كلهم على عيننا وراسنا. ها معاذ بن جبل يا اخي عليك الله يا اخي يا الاخير الاخير ما لقيا الراجل يقول لك زياد بن ما لقيا زياد زياد بن هومن. ايش بالله الخيارات؟ معاذ بن جبل ام حذيفه بن اليمان ام زياد بن لبيد الانصاري؟ زياد ابن لبيد الانصاري. زياد الانصاري. من هو من هو ابن لبيد الانصاري؟ طبعا يا مالك اخو اخوه قاعد تغشش. ما هو زياد قاعد تغشش الزول وتختبره في الغش. عندهم رصيد هو اخوه. اقول لك تعب الزول خلاص دنبق يا ولد. دنبق يا ولد. والله يا دنبق يا ليل. يغشش الزول ويمتحنه. يا جماعه البرنامج لما الساعه كم المفروض؟ لانه بغينا الضيف. والله يا هسه امشي والله اللي ياسري قال. لا لا والله لا والله مددنا الليله والله مددنا ما انا داري. قالوا لما الساعه 2 الحين طول ادوكم رصيد. انا بغيت اوفر تايم. اه انا شيبكم انا اعطيته الدلل. انا بغيت اوفر تايم بشيل الدربوكه هذا معي. الدربوكه دي ما بتفيدك باي حاجه مفقوعه. والله مفقوعه والله. شوف مكتوب عليه عمل الطالب حد من والله دي بس ما مشكله تتأدي الغرض. طيب شيء عطنا شيء بالدربوكه. دايرنا اقول لك شنو؟ خلاص خلاص جاك جالك بتفكر. اي انا عارف. السلام عليكم. المشكله ما نعرف متى اختم. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. من معي؟ عمر محمود باسنبل. ونعم ونعم والله شوف هذا اللي يطلع في الاذاعه. كيف حالك يا امراد؟ والله بخير. انت اخبارك؟ بخير الله يحفظك ان شاء الله. وكيف البلاد؟ والله بنعمه. انت من هين من البلاد؟ من وادي عمد. لا دغش. لا 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 هذا الموضوع ده مرتب. لا لا والله. اي والله مرتب. لا والله مو مرتب ولا خليه عند الله. لا لا هذا في احد حاط في وادي عمد كله اللي هو مدرس كيمياء وفيزياء ورياضيات هذا وحاط الرقم وانتم تتصلون. فانت اصلا دحين تكلمنا من فين؟ من الرياض. من الرياض ما شاء الله. نعم. طيب وكيف الصيام عندكم؟ والله الحمد لله. سحوركم اليوم؟ سحورنا والله مقلقل. بالعافيه. بالعافية. الله يحفظك ويعافيك ان شاء الله. ما دايرني اجي الليله اتعشى معاكم. شوف انكم استاذيتوا اليوم. شوفوا مني انت والشيخ احمد الله يحفظك. اي والله شوف بس المشكله ارسل لنا صحن. ارسل لنا تذكره سفر للرياض احنا في جده. جاهز للسؤال؟ جاهز. بسم الله. تفضل. قال الشاعر المحضار. نعم. صدى عم عثمان. ايه. قال الصدى ما يوصل. صدى بغيت صدى ما بقول السؤال. هم بيسمعوا الصدى انت ما بتسمعوا. السلام عليكم. ايوه. قال الشاعر المحضار الحلزونه يما الحل. لا قال لا بأس لو هم ما يبوني الدار له سده وبوني. بوني. فما هو البوني؟ هل هو حليب؟ دعايه. هل هو باب يفصل بين أجنحة البيت أم الباب الخلفي للبيت أم أحمد عبد الله؟ أنا شيء حليب يعني. واو. هذا السؤال. السؤال. قال الشاعر المحضار. أيوة. لا بأس لو هم ما يبوني. بوني. الدار له سدة وبوني. فما هو البوني؟ هل هو باب يفصل بين أجنحة البيت أم الباب الخلفي للبيت أم أحمد عبد الله؟
الإجابة الأولى سمحة. ولا تفتح جوجل. ها؟ الإجابة الأولى سمحة. لا تفتح جوجل. أنا غششتك عديل كده طوالي بس. طوالي. من جنبك من الصغيرين؟ الإجابة الأولى. الله أكبر. الله دمبق يا ليل. دمبق يا ليل. الله يا أخي. والله يا أخي أنا آسف يا أخي. آه ما في مشكلة والله. والله إني أحبك يعني. حبيبي والله. بس والله شفت إنه كذا شاي حليب عارف و. أي والله اللون الأسمر ده ما أي زول عنده لون أسمر. أي والله. أي والله. بعدين لونك أنت شوفه ما هو يعني ما هو اللي نحن نقول له خال ولا أنت أبيض يعني أنت اللي هو لون حيران. أمشي مع ده وأمشي مع ده. أي زي يعني ممكن تمشي مع البيض ما حد يزعل ممكن تمشي مع السمر ما حد يزعل. أي لكن لو هذا يعني أنا مصنف أبيض ما أنا حليوة. أنت في مين ده؟ يا حليوة يا غصني البال. أمان أمان وأنا أي زول أسمر صوته حلو. الله والله يا أخي شوف يعني سبحان الله يقول لك دائما السمنمن دمه خفيف والأسمر النحيف صوته حلو. الأسمر من عند تفاحة آدم. تفاحة آدم والله أنت تفاحة شركة أبل. قول ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله الصلاة على النبي ما شاء الله لما ترجع البيت تلقي لها تحديث ما شاء الله ما شاء الله. لا حول ولا قوة يا أخي صوته والله عجيب. أتفاتوا آخر اتصال يا جماعة والله الناس على الخط شيء اتصال والمفروض الو يلا هذا اخر اتصال. الو السلام عليكم. السلام ورحمه الله. واو يا حي وسهلا. انا احب اللي يدخل عنده الانرجي دجرجير. ايوه انا عارف انك معي نادي سقطت. والله ذا مشعل اسمك منو؟ تلفزيون. قفل صوت التلفزيون ده واسمع من التليفون طوالي بس. في عزبه في عزبه. ابشر ابشر. حبيب لا وطي صوت التلفزيون عشان تشوف نحن لما نلقي لك الاجابه. اي تمام تمام يلا خلاص تفضل عندك. اسمك منو يا حي؟ علي بجيده من شبام. والنعم ما عرفت اي حاجه ترجم لي. علي من شبام. والحين تكلمني من فين؟ من شبام؟ من وسط شبام. ما شاء الله اتصالك الحين هذا من شبام؟ لا لا من خميس مشيط هنا في السعودية. وبعدين خميس مشيط ترى اليوم انتم ماسك الخط معاكم والله. ما شاء الله تبارك الله. والله المفروض تعمل دمبو قولاد لخميس مشيط والرياض والله اكثر. أيوة ناس. أيوة والله. طيب يلا يا علي مرحبا. طيب سؤال يلا بديك سؤال سريع. ما الاسم المختصر لوكالة الانباء السعودية؟ هل هو ساس ام واس ام كاس؟ دي معروفة معروفة. انت ما شغلت التلفزيون تاني؟ التلفزيون واس واس حاجة واس. واتساب واتساب مين؟ واتساب واتساب نيجي واتساب لا لا مش لا والله ولا سناب ولا واتساب ولا انستغرام. لا 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 مش واس. الاسم المختصر لوكالة الأنباء السعودية ساس ولا واس ولا كاس؟ يلا شوفك آخر اتصال. يلا لما يخلص التلفزيون. واس 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 واس. دمبق يا ليل دمبق يا ليل دمبق يا ليل دمبق يا ليل. الله يا حاجة سمح. ويا جماعة الخير طبعا آسفين اليوم على التأخير اللي صار وإن شاء الله بكرة حيبث البرنامج إن شاء الله على الموعد وما ما بديهم الدلال هذا لما يبثون على الموعد بكرة إن شاء الله الساعة 1 على نفس القناة بتحصلوا نحن وضيف جديد. ووصلنا لآخر الحلقة أستاذ أحمد سعدنا بتواجدك معنا. شكرا لك. وللأمانة والله العظيم إنك يعني كنت ضيف أنا فرحان به جدا حبيبي والله. كنت تشيلني في المواقف الصعبة محمد حبيبي. الله يخليك حبيبي. الله يحفظك. كلمة تقولها لجمهور القناة. أقول مبارك عليهم الشهر الله يتقبل مننا ومنهم الصيام الله يطيلنا أعمارنا في خير وشكرا لكم والطاقم العمل ولك تحديدا مراد حبيبي. الله يسعدك. الله والله يفتح عليكم ويوفقكم. آمين أجمعين. أعزائنا المشاهدين الشكر موصول لكم أنتم أيضا لمشاهدتكم هذه الحلقة والناس اللي اتصلوا وخاصة أهل وادي عمد اللي ما شاء الله اليوم الاتصالات ماسكة معاهم. إن شاء الله بكرة نشوف وادي دوعن وادي رخي وباقي الأودي إن شاء الله وادي العين وأهل الساحل وعبال خلص المناطق العظمى 27 والصغرى 36. بكرة إن شاء الله موعد جديد الساعة 1 نشوفكم في برنامج الدكة معي أنا مراد. تصبحون على خير. سلام عليكم.